أهلا بكم من جديد. إذا نستهل موعدنا بقضية الطفل بشير الذي راح ضحية اعتداء جنسي وحشي من قبل حارس تم انتدابه من قبل بلدية البيض لحراسة نافورة. المزيد في سياق تقرير نور الدين الرحماني. من محور الدوران هذا استدرج حارسه العامل ببلدية البيض طفلا قاصرا للاعتداء عليه جنسيا مقابل السماح له بالسباحة فيها. الأب تاعها سألها قال لها واش بيك شكون اللي داك من حكى لها القصة باللي جاني وداني للغابة اللي قريبة من الرومبو هذه اللي فيها الماء فيها مسبح كنا نعومه. ومن بعد ما جيت رايح للدار قال لي روح معايا. اي راهي قال لي روح معايا باش نعطيك الدراهم. اي رحت معاه. وانت داني الشجر. العائلة وبعد أن قدمت شكوى لدى مصالح الأمن اتضح أن الجاني مختل عقليا بنسبة عجز تقدر بمئة بالمئة. أنا حارس عندها 100%. أنا كان قادر يكسرنا حتى ولدنا هذا. ما فهمناش حنا، خصنا أجوبة على الأسئلة اللي راها عندنا. كيف يسمح لمختل عقلي بحراسة مكان خطير كهذا يستهوي الأطفال للسباحة فيها؟ سؤال نقلناه إلى مسؤولي بلدية البيض فنفوا علمهم بأي شيء. صح اسمح لي الأمن ماما يرسل لينا كورسبوندونس قالها لنا التحية مع بالك جاي نديرو لها توقيف. ها هو البراف، ها العريف، هذا هو العريف. أما نتأكدوا من هذا. من جهتها مديرية أمن ولاية البيض أكدت أن الملف سيتم طرحه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الأحد القادم في حلقة جديدة من مسلسل قتل واغتصاب الطفولة. يلتقي عديد الأطفال بولاية تمن راست في الأماكن المهجورة يتعاطون فيها البنزين والغراء كمؤثرة عقلية في ظاهرة انتشرت بشكل كبير في الولاية. عبد الرزاق حاجي ووردة أقشيش. يتخذون لأنفسهم من الأماكن المهجورة مكانا لهم يلتقون فيها، وفي حوزة كل واحد قارورة بنزين أو جعبة غراء وقطعة قماش يستنشقون رائحتها فتخذر عقولهم. الله في رواحكم. باي باي. الله فيو. الله في الجزائر كاع. هي مؤثرات عقلية من نوع خاص لا يكلف الحصول عليها سوى التوجه لمحل الخردوات. هذا بينا نخطو هذا الشيني نخطو السيليسي وصحابنا يديروه ونخطو مرضنا هذا لنا يمشوا يداوون. ومرضنا السيليسي وجاء لنا رياتنا ونحن ماذا بينا دوك الدولة يديروا لنا بلاصة نلعبوا فيها الكورة ويدونا نرجعوا يعني كما كنا زمان. كي تشوف قطع الواد يعني على حواف الواد يعني أطفال صغار لا يتعدى عمرهم 10 و12 سنة يعني يشربوا في السيليسيو بهذه الطريقة يعني والله كارثة. أي واحد دروك يولي عنده ولد يخاف يخرج من هذا المنبر. ما بينا نحن السلطات المعنية تتكفل بهذا الشباب هذو الصغار اللي ما يتعداش عمرهم 8 سنوات 10 سنوات. لا رقابة على بيع هذه المواد فهو مسموح رغم أن الأطفال يستغلونها كمؤثرات عقلية. هذه المواد مواد كيميائية خطيرة والضرر نتاعها يبدأ من أول تواصل الكونتاكت مع الكور يعني بالنسبة للمخاطيات بالنسبة للجلد بالنسبة للمجاري الهوائية بالنسبة للجهاز الهضمي. الظاهرة انتشرت بوتيرة متسارعة بين المراهقين وحتى الأطفال في ولاية تمن راست ومخاطرها قد لا يحمد عقباها، فهل ستتحرك السلطات للحد منها؟ تختلف طريقة قضاء عطل أطفال الجزائر العميقة من منطقة لأخرى بين السباحة في الأودية والبرك والنافورات إلى رعي الماعز في ظل لا مبالاة المسؤولين. التفاصيل مع وردة أقشيش وشبكة المراسلين. صيف أطفال الجزائر العميقة مختلف على اختلاف المناطق، فهؤلاء في بشار لم يجدوا مرفقا سوى الوادي الملوث يخفف عنهم حرارة الشمس الحارقة. من بعد هذه كاملة تشوف ولادنا يلعبوا في القدورات، لماذا؟ على هذا الشيء؟ وفي تمن راست
كانت مياه الفيضانات نعمة على الأطفال، السباحة في المياه الملوثة مفرهم من ألسنة الشمس الحارقة. وفي البيض لم يجد أبناء البدو الرحل مكانا لقضاء العطلة سوى الزريبة التي أنشأها والدهم في الصحراء. أما في المسيلة إما البرك وإما النافورات بسبب غياب المرافق. غلوا لهم هذو لابيسين ليش يشروا ولو يجوا هنا ينظفوها ويشاركوا مع بعضهم 60,000 يجيبوا سيتيرنا ويعمروها ويريحوا يومه. أطفال آخرون كانوا محظوظين بقضاء أيام في المخيمات الصيفية. السؤال الذي نطلب من المسؤولين طرحه على أنفسهم، لماذا لا يستفيد جميع الأطفال من عطلة تكفل كرامتهم؟ وبالعودة لموضوع المراسلة التي طالبت فيها جهة باسم تنسيقية جمعية أحياء بلدية المسيلة والتي أحدثت ضجة في المدينة، خرج المواطنون بعد صلاة الجمعة في وقفة احتجاجية تنديدا بهذه الوثيقة. كما عبرت تنسيقية جمعية أحياء المسيلة عن تنديدها أقول بالواقعة، مؤكدة أن صاحب المراسلة لا يمثل إلا نفسه. إلى موضوع آخر، انطلقت ليلة أمس أول رحلة للحجاج الميامين من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة باتجاه البقاع المقدسة. الرحلة ضمت 264 حاجا من مختلف الولايات الشرقية وسط تنظيمات محكمة، حيث ولأول مرة وضعت خيمة عملاقة بساحة أحمد باي التي توافد عليها الحجاج لتسوية أمورهم الإدارية وتسليمهم كل الوثائق الضرورية. عبد الجليل حنديس. نحمد ربي اولا على هذا النعمه اللي ينعمني بها، وكنت من بين المصطفين عند الله تعالى، وان شاء الله ربي يتقبل مني وربي ان شاء الله يقدرني على اداء المناسك. تنظيم جيد ما شاء الله، ما كان حتى مشكل، تسهيلات من ناحيه اي حاجه نقل اي وسيله، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، واللهم بلغنا، والله لا يحرم منها إنسان إن شاء الله. أتوقع أنه هذا العام إن شاء الله سيكون أحسن عام بإذن الله عز وجل، حسب الترتيبات اللي راهي موجودة نتوقع إن شاء الله يكون أحسن عام للحجاج. الحمد لله هذا السنة الحملة المدنية تطور خدماتها للحجاج الميامين من استقبال وتوجيه وكذلك إسكان. كل الإجراءات تتم هنا لرياحية الحاج، ويكون السفر تاعه مرتاح وسهل، من هنا ينطلق إلى المطار للركوب مباشرة. وبولاية خنشلة انطلقت الخميس أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام نحو البقاع المقدسة من ساحة مسجد الأمير عبد القادر وسط حضور عائلات وأقارب الحجاج. عمر عمري. ندعو لاصحاب خنشله ولاصحاب الوطن الجزائر الكل من القرن للقرن، وربي ياتيهم بالهناء ان شاء الله، ويكونوا متهنين دولتنا الكل، حج مقبول ان شاء الله يا رب العالمين، ورانا نلحقوا لهيه، ورانا ندعو للعرش نتاعنا الكل من القرن للقرن ان شاء الله. الامنيه نتاعي ان شاء الله نروحوا بخير ونجيو بخير، وان شاء الله ندعيوا لبلادنا ان شاء الله، وليداتنا ربي يسترهم، هذا واش راح نقولوا، نروحوا بخير ونجيوا بخير ان شاء الله، وربي يستر بلادنا ان شاء الله. فرحه هذه من 4 سنين ولا نستنى فيها، والله ما كنت نتوقع باللي نروح البقاع المقدسه. الحمد لله بربي وخلاص، هذه هي.